ازاي يحبنا ونتعب ونتبهدل ونتضايق. وربنا يقول لك يا ابني مش مصدق اني بحبك، ده انا بحميك بالضيقة دي، ده انا بعالجك بالمرارة دي، ده انا بنجيك من جهنم بالغلب ده. انت ليه مش مصدق حبي لما بحصرك؟ ده انا بحصرك عشان الشيطان ما يسرقكش. البديل ايه؟ بتغضب عليا، بتبصلي وتتهمني بالقسوة بعد كل الخير والحب والغفران، اطلع انا وحش. ربنا يعني اطلع وحش لاني في مرة ما عملت لكش اللي انت عاوزه، اطلع وحش عشان ما اديتكش اللي كان نفسك فيه، اطلع وحش لاني وجعتك. يا ابني بتوجع معاك واكتر منك، انت ليه مش مصدق؟ ليه مش مصدق حبي لما بضيق عليك تقوم تنكر وجودي خالص، تمشي بقى مع الشيطان اللي بيقول يبقى مش موجود اساس، ابقى مش موجود وكل اللي فات ده يتمسح وكل اللي بيني وبينك ده يروح والحب اللي غرقتك بيه ده يتشطب عليه في لحظة لاني اتضايقت واتوجعت. امال انا اتضايقت اكتر منك ما شطبتش عليك ليه؟ انت تتضايق شوية تشطب عليا خالص، تطلعني برة، تخصمني. انت ليه مش مصدق حبي وكأنك مش عاوز اله يتكلم، عاوز اله ينفذ لك طلباتك؟ ساعات بنبقى عاوزين ربنا نشغله بالريموت، يعني ايه؟ ندوس على زرار اعمل كذا بس، ده اخرنا في العلاقة مع ربنا. ربنا اب عاوز يحكي مع عياله وعاوز يصاحبهم وعاوز يشبع بينا ونشبع بيه. انت ليه مش مصدق حبي لما بتكلم معاك وبتقعد تعلي صوتك ودماغك عشان مش عاوز تسمعني؟ عمال تتكلم مع روحك مش راضي تتكلم معايا. مش مصدق ان انا سامعك وبكلمك وبرد عليك؟ انت مع نفسك، انت قفلت على دماغك وسامع نفسك بس، وانا صوتي مش موجود خالص. اقول لك بحبك، اقول لك ما تخافش، اقول لك كله سهل، اقول لك هتعدي، اقول لك بموت فيك، انت مش واصل لك حاجة، انت مش سامع غير صوتك. ويا ريتك بتقول كلام مفيد طبعا، بتقول انا وحش، انا ضايع، انا مش نافع، انا محدش بيحبني. انا ليه مش مصدق حبي لما بسكت؟ ساعات ربنا يسكت، يسكت ما يردش، يسكت ما يفسرش، تحصل حاجة ما يفسرش. ربنا هادي الطبع بطبعه، وربنا مش لازم يشرح لنا كل حاجة بيعملها، ولو شرح مش هنفهم. انما لما ربنا بيسكت احنا دمنا بيفور، ونرفص ونرزع ونتخانق. ساكت ليه؟ مش بترد ليه؟ مش بتعمل حاجة ليه؟ طب ما هو حقه يسكت يعني، وحقه يعمل اللي هو عاوزه، وانت تتكلم في اي وقت وتنام في اي وقت، وربنا لما يسكت تتخانق معاه؟ هو من حقه يسكت، ده هو بيسكت لانه لو اتكلم الكلام هيوجعك. ساعات بتبقى كده. جربت مرة في العلاقات الانسانية انك يبقى جواك عتاب وتسكت لانك لو اتكلمت هتتعب اللي قصادك، فعشان بتحبه تقول مش هتكلم. هو المسيح تقريبا بيعمل كده طول الوقت، بيبقى جواه كلام بس لو طلع يمكن ما نحتملوش. لو شاور لنا على اخطائنا هنيأس، لو قال لنا قد ايه احنا مفتريين عليه مش هنستحمل. يقوم ربنا يجاوب على طول يقول وهل تنسى الام رضيعها فلا ترحم ابن بطنها حتى هؤلاء ينسين وانا لا انساك. مجرد سمع بس صوت غلط بيقول سيدي نسيني، مفيش حاجة اسمها كده يا ابني، ما تصدقش صوتك انت، صدق الصوت الإلهي.